أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 6/1/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الداو جونز. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس لدينا أي أرقام اقتصادية قد تؤثر على حركة الداو اليوم. أما من الناحية السياسية، فإن التطورات في الشرق الأوسط والعملية العسكرية الأخيرة من الطرف الأمريكي وردة الفعل الإيرانية والاتجاه إلى عدم التهدئة خصوصا بعد تدخل الطرف السويسري في محاولة في حل هذا النزاع، والتصريحات الإيرانية بإعادة التخصيب لليورانيوم، والعملية الشبه عسكرية في العراق، قرأت الأسواق بشكل سلبي، مما دفع الداو للهبوط بسبب عزوف الأسواق عن المخاطرة واللجوء للملاذات الآمنة. أما من الناحية التقنية، نلاحظ التداولات السلبية في الداو جونز وافتتاحه على فراغات سعرية. حاليا الداو جونز يتداول أعلى مستوى 28400، وهو ما يعزز حركة التصحيح للعودة مجددا إلى مستويات 28486. كسر مستوى 28372 يعزز النظرة السلبية في حركة الداو للوصول إلى مستويات 28286. لا تتغير النظرة السلبية إلى نظرة إيجابية إلا في حال كسر مستوى 28515، مما يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 28600. وفي حال كسر مستوى 28630، فإن ذلك يعزز أيضا النظرة الإيجابية لوصول الأسعار إلى مستويات 28715. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.